السلام عليكم. انا من المنطقه ديال ولاد فارس اللي هي تابعه ولاد عياد الرابعه الثانيه. كنطلبوا بهذا التحقيق في هذا المشروع اللي هو بادي. هذا المشروع اللي هو بادي ما عندوش شي اهميه اللي هي غادي تفك العزله على العالم القروي. هي جابوها حتى لواحد النص وحبسوها. شنو هو الطريق؟ هذا الطريق اللي داروا قالك نموذج جديد. هذا النموذج الجديد كيخدم به المكتب الشريف للفوسفات. هذا المكتب الشريف للفوسفات اللي هما باغيين يخدموا به الفوسفات راه كيخدم غير واحد المده معينه، واحد عام وعامين كيتحول لجهه اخرى. هذا لا، وجابوا حتى النص ما كملوش لواحد المحور الطرقي اللي هو كيربط ما بين خريبكه والبروج وما بين الكاره وقلعه السراغنه. هذا الطريق باش يكون النقل، يكونوا تاكسيات الانسان المواطن خرج باش يركب. هذه لا، جابوا حتى لواحد النص الانسان واخا يجي كاع على هذاك الراس ديال الطريق غادي يبقى ناعس حتى الغدا وما غاديش يركب، والله ما يركب. الصفقه دازت، كتجيب التراب كتخوي فوق منه واحد البرميل ديال كيقولوا هما يا ماده كيماويه، ولكن الله تعالى اعلم كيدكوه. الا داز فوق منه عبهيمه غادي تهرسوا. الاصلاحات ما كاينش، المسجد الجماعي ميت. الجهه اللي هي عطات المشروع لا راقب ولا حاسب. ميزانيه خرجت، ميزانيه شكون خلصها؟ خلصها المواطن. الناس اللي هم مواطنين تما ما في راسهم ما والو، ما في راسهم ما يتعود. المجلس الجامعي نائم من اهل الكاف، ما كاينش الرئيس الجامعه، ما كاينش. الله كيضربوا على المصالح ديالهم، المصالح ديالهم ها كاينه. المواطن ما كاينش. المواطن يعني الطريق تما كاين غير التراب وجرافه وحده اللي قلتي لنا، جرافه وحده اللي كاينه. الناس اللي هما مسؤولين تما كيصيفطوا لنا، كيصيفطوا لنا التصاور، جرافه وحده اللي كاينه وحدها كتقلع في الغبره، كدري على الناس في الغبره وما كاينش شي نتيجه. ولا صوبوا طرق اخرى في المنطقه نيت اللي حدانا، ما كاينش جوده اللي هي كاينه، ما كايناش. وديك الطريقه شنو هي الدواور اللي كتربطها؟ الدواور كتربط من ولاد فارس، ولاد عياد الرابعه الثانيه، مرور حتى سيرة البغل. حتى سيرة البغل ما كملوهاش، يعني قطعوها، خلاها واحد 5 كيلومتر من دوينه معاهم. وقاك عام اخر انهم خاصهم يخليو فين ياكلوا، عام اخر ما خاصهمش ياكلوا دقه واحده. دابا كتسالوا على المآل ديال ديك الصفقه فين مشات؟ ما كاينش بعدا الصفقه، ما كاينش صفقه، ما كاينش لوحه اشهاريه اللي كتدل على الشركه، الاسم ديال الشركه والمشروع العدد ديالو شحال والتكلفه شحال، ما كايناش نهائيا. جاو تما خربقوا هذيك الدنيا، ما كاينش شي نتيجه، ما كايناش، ما كاينش شي لوحه اشهاريه اللي الجهه هي الممول للجهه. وزاره الداخليه غائبه، ما كايناش. وزاره النقل ما كايناش، هما اللي غيتكلفوا بهذه اللوائح ديال الاشهار، ما كاينينش. لهذا المواطن باش غادي يعرف هذا المشروع شحال تقام وشحال؟ الا كان هذا المشروع غادي يتقام مثلا ب 60 مليون كيلومتر، لا ما نصوبوش، نخليوه عام اخر ونصوبوه نيت كما كيصوب معايير الدوليه اللي هي كاينه. الزفت اللي كنعرفوا حنا ما كنعرفوش هذه الماده اللي هي جديده، ولا هذه الماده الجديده اللي بغاو يخدموا بها، وما خاصها تجرب واحد 5 سنين ولا 6 عاد نخدموا بها. الجهه ناضت جابت 2600 وشي حاجه ديال الكيلومترات من هذا التراب، هذا ساقط على 2600 كيلومتر. دابا الناس تما في عزله تامه، هي واخا غيصوبوا بهذاك التراب غتبقى في عزله. الا ما غيدوش تاكسيات، ما غيش يكونوا كيران، ما غيكون والو. جابوا حتى لواحد الدوار اللي هو دوار ثاني وحبسوها، لان هذاك الدوار من غادي يجي تما يبغي يركب الا ما عندوش طوموبيل تما غاديش يركب. هذه مساله مفروغ منها، غيجي تما يبرك في الراس ديال الطريق شنو بغا يهزو؟ راه ما كاينش وسائل النقل اللي غادي تدوز ديمن. هي فاش يكون طريق رئيسي من والى ما كاينش. هذا الشيء كيديروا فيه لمن كيديروا فيه ضد المواطن. هذا الطريق راه دافعوا عليه اكثر من 40 سنه، هما الناس كيدافعوا على الطريق، ونهار الاخر فطروا بجرانا، صاموا تعيا وفطرونا بجرانا. دابا الناس تما كيتحركوا غير بالدواب، غير البهيم. الا عنده شي واحد شي طوموبيل مثلا، انا غنمشي من هنا من الدار البيضاء لولاد فارس ب 30 درهم، اقسم بالله الا 30 درهم من ثلاث ولاد فارس لهاد الدواور اللي ذكرت لك، ولاد عياد الثانيه الرابعه، نمشي ب 60 درهم. واش 15 كيلومتر مشينا ب 60 درهم؟ الا هاد الناس ما فكروش فيهم، ما فكروش في هاد المواطن. هذيك الطريق خاصها تكون من ثلاث ولاد فارس لست البغال باش يكونوا تاكسيات. المواطن اللي خرج عنده 5 درهم غادي يركب، هما ما فكروش في هادشي، فكروا في الصفقه دازت.
اللي كان منها راه كان، واللي ما كانش كيفكروا هذيك الطريق كيفكروا باش يصاوبوها مره اخرى، هما ما عندهمش الرباح تصاوب واحد الحاجه وتتقن، كيفكروا كيفاش يسرقوا. ان هذه السرقه من الرئيس مجلس الجامع ما كاينش، ما كيجيش للطريق، ما كيراقبهاش، ما كاينش شي يقني بشراقب، ما كاين حتى واحد اللي هو بشراقب. اشنو الحل؟ الحل المواطن، ما المواطن لا جهد ليه، ما كاينش زعما مسكين ما كاينش كيفاش يتحرك، مغلوب على الامر ديالو. الله كيتساءل كيفاش يعيش دوك البهيمات ويعيش وليداته وكذا، من كيجي شي واحد من كتولي تجي انتخابات وكتشري واحد ب 200 درهم، انت ما باغي تصلح البلاد، انت باغي تشوف. ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. ايام 24 عيونكم التي لا تنام.